لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هاي بنت بك، انا رجعت من لكم ندير واحد دقيق بلوم بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطيب كيري بقرونيس ذكر البقرونيس، بقرونيس نخرج شويه هنا. هذا بقرونيس هنايا ديرو هكا تشم مليح زيد هو تشم مليح الاخوان. سي حسين تبارك الله عليك، اشوف لي نعلمك كي دير طيب بقرونيس اليوم. سي مسيو حسين، مسيو حسين دغابة، سي حسين ديالنا تبارك الله عليك اخويا حسين. المدة هادي نديرو نبزاو شنو ياكلو. شرملت هنا شويه ديال البقرونيس، ولا ماشي بقرونيس هذا، لا قوقاو هذا ماشي بقرونيس، ولا ماشي طري وصافي. وي وي يوصل هذا، غادي يوصل الزيت. قلنا درنا شويه الزيت، درنا شويه ده ملو اكثر الله، درنا له شويه ده شويه دقيق، دقيق ولا تشيشة. غادي نزيدو شوية ديال الدقيق، شوية دقيق بيض. هاني سميتها بليطة. هكا تخلو فيه مليح وتعلم اخويا حسين، تعلم الدراري اللي ما يعرفوش يتعلموها، اللي ما يعرفوش يطيبو. دابا الطريقة الزينة اللي ما يعرفها غير قليل. دابا خصك تستف البقرونيس في شي مقلة هكذا 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 انا
اخوان الكرام، السلام عليكم. نقول لكم جيو تعشاو، زعما الحق درت العشاء غير راسي. ولكن ربي يدير البركه. مرحبا، اللي بغى يجي يتعشى مرحبا به، والله الا الخير موجود. وبغيت واحد المفاجاه للدراري بزاوج ماشي. الخير موجود باقي على البركة. كيتسميو عندكم نتوما هذا البقرونيس؟ كل واحد كي كيسميه. نقلبها ندحزو شوية هذا الشيء. غادي يوصل النار يطيب. اش بقات لي؟ هذا الخر، انا بلاتي ندير بيها شي ساره. اصل يدينا الاول حطيت لهنا هاد الشرميله هنا اللي شرملت فيها البقرونيس. شنو ندير فيه؟ شويه ديال الكالامار نغسلو شويه عاود هكا هكا. غنغسل دايما، غنغسل مزيان دايما هذا باش ما يرشوش. هلا هنا شرمل هنا، هاديك التوم ديال قبيلة، التوم بلدية، درت فيه شوية ديال القشبار، معدنوس، شويه العطريه، شويه ديال الملح. غادي نديرو هنا هكا، خلي يتب معاه، يدير معاه مزيان هنا. هاي حاجة نقع مزيان. اش تسي حسين باقي مزفرين اوليدي؟ باقي عاد حالا هي هي. هادشي راه عندي هوايه، انا عندي ماشي تنبغي، نبغي ندخل الكوزينه زعما الحق، نبغي نطيب، نبغي كل مره في الفران كل مره ندير لهم شي حاجه. دابا هادي نديرو لها شويه ديال الزيت، غادي نزعقو عليها بالزيت. شويه ديال الزيت صافي ديال الزيت بارك. وغادي نديرو لها فوق النار، النار مشعولة. ويا خويا حسين والله الا بلا ما تنقي، هذا صغير، هذا الابيض، هذا تاكلوها. كان عندنا واحد السيد نسيبنا مسكين الله يذكره بخير، كنا نسميوه سعيد. سعيد كان يبيع الحوت في الدشوره في البلاد.
تكون شي حوته هكا مربوزه شويه والله، لا عنده الملح دايما، عنده الملح لان كان يبيع الحوت غير على الموتور ودايما عنده الملح، الله دايما يلحها شويه ويحشيها في امه هاك خضره، ودايما عنده الملح مسكين، وعنده الاخر يبقى اون بان يشعل شويه النار ويشوي شويه ويضربها ويمشي يمشي يكمل الخدمه ديالو سعيد. لكن يجيب قرية أركمل يجي عندنا الدوار مسكين. اوه ايوا دابا راه هذا الشيء غادي يطيب على خاطرو، نغطيوه وانا هذا الشيء كاع ما ديرلوش الزيت نورمالمون يا عمي حسين، لا زيت اي شويه غير تنقلو بالزيت. ها هو بدا يفش الراس، يبقى شويه قلت لك هذيك كرامات، هذيك كرامات ديك الزيت، هذيك الاخر الثومه اللي كسيتها قبيله شرملت بها بقرونيس، هاتشيت شرمل بها الكرامه، وهذاك الدقيق عاود بلاتي غادي هذا الدقيق فوتو فيها، فوتو في الدقيق ايوا ارمي في الفريتور، ارمي في المقلاة راه طيب ديال الزيت. اوه طابت ماشي غير طابت طابت بزيادة، واحد دقيقة باش يكون يوب نانا الأخ عزيز اليوم راه حكمت علينا انا نديرو العشاء لبزاوز. هذا الفيل هذا بلات ونقليوه، ندفيو هذا الزيت يتحرك. عمي حسين شكرا معنا السي سعيد المختاري، مرحبا خويا عمر، مرحبا سي حسين، سي ميمون، تبارك الله على الإخوان. ندير عليكم شويه الصداع، ماذا مرة حرك، ماذا مرة حرك حرك المقلع، هذا يجي زوين عندما نحمل ما نبدلو لي يا ولدي. هذا كل شيء كاين السي حسين لوح كل شيء كاين. الدخون تاع هنا هذا العجب والعجب هو السي حسين،
هذا مره نبغي نقلبهم، خصني نقلبهم هكا. ها ايوا انا حشمنا ونرجعهم عاود. طاحوا لي جوج معليش، الخير اللي طاح الخير فيما وقع. نار نقية شنو هاد البقرونيس ما كيديش الزيت، وما موقس ما ديش كاع فيه الزيت. ابو قرونيس كلامات نعم سيدي الكلام ها الكلام خصو بلي نغسلو الفريتو خصو لأن هما الإخوان شهية طيبة من بعد إن شاء الله نولي عندكم